السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الفضائية الموصلية، معكم سالم الماسي برنامج مايك الموصلية. هذا البرنامج الذي يتابعه كل العراقيين، لأنه برنامج الحق وبرنامج الحقيقة التي نظهر كل الأماكن على هذه الشاشة الذهبية. الموصلية دائما هي كانت السباقة في نقل الحدث، وما زالت هي التي طالما تعاهد الشعب العراقي وتعاهد أهل الموصل بأنها الأولى في الحق، وسوف تبقى هي الأول بالمطالبة بحقوق الشعب العراقي. الموصلية هي التي رافقت الجيش الباسل، الموصلية هي التي شاركت مع الجيش الباسل برفع سارية العلم العراقي على كل المناطق المحررة. إذن تحية وألف تحية إلى الجيش العراقي الباسل، وتحية إلى وزارة الداخلية والشرطة، وتحية إلى الشعب العراقي الأبي الذي طالما احتمل ويلات الفاسدين الذين اعتدوا على هذا الشعب من خلال الفساد. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم راح نتناول موضوع مهم جدا اللي هو كلية الفنون الجميلة، أين وصلت هذه الكلية؟ طبعا أنا استبشرت خيرا عندما دخلت إلى المجمع الحكومي، مجمع الجامع الحكومي اللي طبعا أيضا تابع للجامعة، كلية الفنون اللي تأسست سنة 1994. طبعا هذه الكلية يعني من الكليات المهمة والتي تعتبر عمود لجامعة الموصل، لأنها خرجت الكثير من الفنانين، وايضا يعني خرجت الكثير من القامات الكبيره الموصليه. طبعا كان مكانها غير مكانه، ولكن حاليا المكان الجديد اللي افتتح سنه 1914 او 94 في هالمكان هذا اللي داخل اللي بالقرب هو من كليه الحقوق، والكل يعرفها. طبعا هاي الكليه الفتيه التي دأبت منذ نشأتها إلى تخريج الطالبات والطلبة الفنانين، والذين هم حاليا موجودين في تركيا، موجودين في الأردن، موجودين في لبنان، موجودين حتى في أوروبا، اللي يقدمون المعارض. والرسام الموصلي والفنان الموصلي هو أو التشكيل الموصلي هو المبدع في المقدمة، وكل الشواهد تقول هذا. إذا أعزائي المشاهدين، طبعا هسه احنا هاي البناية اللي تشوفوها، هاي البناية بيها بس غرفتين، سلام يعني بيها غرفتين بس، مالت العميد والغرفة الثانية. ليش؟ لأنه بسبب تعرض البناية للحرق هسه حاليا الأيدي العاملة اللي تشتغل، وهسه حاليا راح نتابع وياكم عمل واستعداد هذه الكلية وكوادرها وإدارتها لاستقبال العام الدراسي الجديد. إذا أعزائي المشاهدين، تعالوا ويانا حتى نشوفكم الكلية ونشوفكم ونسمعكم شو يقول العميد أو معاون العميد، حتى تقدرون تطلعون على واقع الحال حول كلية الفنون الجميلة. تعالوا. إذن أعزائي المشاهدين، احنا مستمرين معكم ببرنامجكم مايك الموصلية. طبعا يعني الموصلية تحييكم دائما وتحيي الشعب العراقي والشعب الموصلي، وهي مستمرة من خلال برامجها متابعة الأحداث في مدينة نينوى. وأيضا هسه حاليا احنا في مايك الموصلية احنا مستمرين ولا نتعب ولا نشعر بالملل عندما نزور أي مكان. حتى هذه الشمس الحبيبة التي أشعتها مرات تحرق جبيننا، ولكننا نقول في داخلنا أنا وعلاوي أننا فداء لأهل الموصل، وفداء لهذا الشعب العظيم الذي يستحق التضحية، وفداء للخارطة وللتاريخ العراقي المجيد. إذن عراقيتنا خرجت من قلوبنا، والترجمة صارت في مايك الموصلية. مايك الموصلية هو البرنامج الذي لا يتجاوز عن حقيقة أو لا يتجاوز عن فساد معين في أي مكان. إذا أعزائي المشاهدين، هسه انتقلنا إلى مكان آخر في كلية الفنون. تشوفون هذا الركام الموجود، الكراسي المبعثرة، التانكيات، البقايا هاي كانت موجودة داخل البناية اللي كانت هي أساسا مشتعلة، وربما أشعلها عصابات داعش. ماكو اثار للصواريخ وللتدمير في الاماكن، ولكن هنالك فقط نرى ان البنايه قد احرقت من قبل عصابات داعش الارهابيه. ولكن هسه حاليا يعني
السواعد العراقية الموصلية تريد أن تعيد هذه الكلية إلى سابق عهدها وأحسن من قبل. أتذكر أني وشبابنا قبل كنا نصور المسرحيات في هاي القاعة اللي موجودة أمامكم، يعني على لو قدمنا الكاميرا هذا البلوك اللي موجود، هذا كان مسرح هذا بي وكنا نصور. أتذكر ويا محلى التاريخ القديم كله تاريخ بالنسبة للموصلية، وصورنا كثير مسرحيات هنا وشبابنا كانوا يصورون في المكان هذا. أيضا هاي الساحة اللي كان موجود بها السلة اللي كانوا طلابنا الأعزاء وأحبابنا اللي كانوا يقضون بعض الوقت هنا أو يقومون بالنشاطات الرياضية. إذا الحديقة موجودة ولكن بعض الأشجار محترقة ولكن هي ستعود بإذن الله وبهمة الله سبحانه وتعالى. الأشجار لم تموت، هذه النخلة لم تموت وهذه الشجرة لم تموت. لماذا؟ لأن الموصل هي على حق، لأن الحياة الطبيعية عند هذه الأشجار عندما تثمر، لا عند الحرق والسلب والنهب واستعباد المواطنين. اليوم استعباد المواطنين هو الذي جعل هذه المدينة هكذا. نحن نريد أن نركز على موضوع معين اللي هو شنو. اليوم أنت من تخلي لك واحد بالاستعلامات، ها أي كلية كانت، أنا هسه شفت موقف معين، يعني أبو الاستعلامات وأبو الأمنية لازم يكون أسلوبه حلو ويرايح ويجاي ولا يستغل الكرسي مال الاستعلامات، لأنه الدولة عندما خلتك بالمكان هذا عليك أن تكون بشوش وتستقبل الناس وتسأل بلطف، لأن أنت مكلف بإعطاء صورة للدولة العراقية صورة حلوة. مو تنك أنت تنك باشر، إحنا بالموصلية وبمساعدة القوات الأمنية نشيلك نوديك لغير مكان، لأن أنت لا تستحق المكان هذا. أنا شفت هسه طالب يعني يريد يفوت يتنقون عليه. المفروض الكلية هي بمساعدة الجهات الأمنية تختار اللي أسلوبه حلو حتى يقدر يستقبل الناس، لأنه أنت بالاستعلامات موجود، ها الاستعلامات هي واجهة أي كلية وواجهة الجامعة وواجهة أي مكان كان، أي دائرة الاستعلامات لازم يكون بها لطافة عنده وسلاسة وسعة صدر باستقبال الناس. هذا اللي نعرفه احنا، ها مو تجيب لنا واحد ضايج يدخن جيجارة ويقول يقول للمراجع أو للمواطن يقول له روح، ماكو شيء ماكو شيء. احنا دولة، احنا بهيك واحد مخربط ما نبني دولة زين. فكل اللي موجودين بالاستعلامات في كافة الدوائر عليه ان يكون عنده سعة صدر يستقبل الناس، مرحبا اهلا وسهلا. ما عندك امكانية يقول انا طلع ما عندي امكانية استقبل الناس، نجيب واحد عنده صبر وعنده احتمال للناس. فهذا اللي شفناه، فأني دائما ما اشوف حالة اكد عليها، لانه احنا امام مرحله. المرحله نوعين من الناس، ناس معذبين وناس هم اشبه بالانبياء. اللي اشبه بالانبياء لديهم قلوب كبيره تتسع للناس، فاحنا لازم نجيب القلوب الكبيره نضعها في الاماكن الخطره والاماكن العظيمه حتى نستوعب الناس زين. ف اعزائي المشاهدين، احنا نرجع الى موضوعنا اليوم. هاي الكليه حاليا هسه العمال طبعا دي يشتغلون فوق بكل الغرف، بس ان شاء الله من الفتره زمنيه محدده ان شاء الله يقومون باعاده طلاء هذا المكان وباعاده رونقه الجميل وباعاده بسمته، لان في كليه الفنون تعتبر هي بسمه او رئاسه الجامعه، تعتبر هي الكليه الفتيه التي ترفض الفنانين الذين ربما يجملون هذه المدينة. لأنه هاي الكلية بابا احنا ما نستهين بها، هاي الكلية عندما نخرج الفنان، الفنان هو الذي يرسم نينوى، هو الذي يتحدث عن دجلة، هو الذي يتحدث عن العلم، هو الذي يتحدث عن الشوارع، هو الذي يرسم القرية، هو الذي يرسم العراق المصغر في نينوى، هو الذي يكون ضد الإرهاب. بالفنون اليوم بالفن والإعلام ممكن احنا نسيطر على بلد كامل. جيبونا التاريخ القديم لكل الدول، كانوا معتمدين على الأدباء بالتواريخ القديمة حتى يقدرون يعادون العدو. اليوم كان الشاعر قبل القبيلة كان تعتمد عليه في محاربة قبيلة أخرى أو مدينة أخرى بالشعر،
او بالهجاء. فاليوم هسه حاليا كليه الفنون احنا نريد ترجع احسن من قبل، وان شاء الله يعني مرت الاخ من نجي نصور نشوفها اجمل وابها قد عادت الى رونقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بخصوص ما يجري الآن في من إعمار في الكلية متأخر نسبيا، لكن أن يأتي متأخر أفضل من أن لا يأتي. فلدينا الصبر على تحمل اللي يصير، لأن الحقيقة الوقت ضيق. كان مؤمل أنه الحملة تبدأ في 1/7، لكن التأخيرات اللوجستية وكتابنا وكتابكم تأخرت إلى منتصف 8. المتبقي من الوقت ما يتجاوز 2 أسبوع، وأسبوعين غير كافية. نعم. شو كتابنا وكتابكم؟ يعني أنت تعرف قانون الإحالة، الجامعة الآن كل أبنيتها محالة إلى الإعمار. هذا بحد ذاته عندما تحل الإعمار تقدم عطاءات مناقصات، هاي المقصود بالإجراءات الروتينية اللي هي يعني في مجملها هي ضرورية. المقاول، لا المقاول يجي جاهز بعد ما يعطي عطاءه يجي جاهز، لكن القصد أنه وعدونا أنه كان المفروض 1/7 يبلش. هو حتى لو بلش 1/7 راح يتأخر، لكن ليس مثل ما التأخر الآن، لأن فترة الإعمار الآن محصورة ب5 أشهر. خمسة أشهر لو بدينا 1/7 كان خسرنا 2 شهر مع الطلبة. فكيف إذا بدأنا 15/8؟ فالتأخير موجود. الآن البدائل أنه في مرحلة دوام الطلبة يجب أن نلقي مكان بديل للدوام، لأن هذا لسببين. الأول المقاول يقدر يختصر 2 شهر إذا كانت البناية مسلمة فارغة من الطلبة. الشيء الآخر أنه مستحيل راح تقام محاضرة علمية نموذجية مع هاي الضوضاء مال الإعمار. دون شك. بالضبط. فالعملية 5 أشهر ليست قليلة، يعني راح ناخذ إلى نهاية الفصل الأول. الآن التفتيش عن البديل لحد الآن ما وصلنا، بصراحة الإدارة الموجودة في الكلية لم تصل إلى وجود بديل للدوام. مع ذلك حتى يعني قبلنا أن يكون الدوام مسائي إذا كانت كلية مزدحمة، أنه ناخذ الدوام بعد الظهر حتى نأمن أنه إعطاء محاضرات أصولية لطلبة الكلية. فالكلام بمجملة أنا أقول يعني أنه جامعة وكل مرافقها الأبنية والمؤسسات والمراكز العلمية كلها محالة إلى الإعمار، لكن ضمن مديات من التوقيتات في عملية البدء والشروع والانتهاء. الموقع البديل وين؟ الحقيقة خيارات ربما التربية الأساسية لقربها، لكن لازم يصير مفاوضات مع التربية الأساسية حول جدولهم إلى وين ينتهي، شو كنت ممكن الكلية تبدأ. مقدمين على الشتاء أنه الوقت الساعة مثلا 6 مساء يعني دنيا ليل، فهذه تدخل لازم بحسابات وضع الجداول. هل راح يكون كومبريشر بالنسبة للدروس مثل ما فعلنا في المواقع البديلة في برطلة و الإدارة اجتمعتم مع رئيس الجامعة ورسلنا عليه الموضوع حلول؟ هذه الحقيقة ما تحتاج فقط إخبار الجامعة، لكن إذا صارت التفاوض الثنائي بيننا وبين عمادة التربية الأساسية ممكن تحل. رئيس الجامعة أعطى الضوء الأخضر في أن تتعاون كل الكليات في مسائل أنه يأمنون أنه المحاضرة النموذجية. كيف؟ هذه كلها علاقات ثنائية. أنتم محتاجين أقل شيء إلى 10 قاعات. القاعات الحقيقة متنوعة، قاعات مسرحية وقاعات تشكيلية، قاعات جرافيك. هاي الحقيقة الصعوبة، بالضبط الصعوبة، أحسنت، الصعوبة تكمن في إقامة المحاضرة العملية، لأن أنت بتروح الآن إلى بناية غير مؤهلة لاستقبال المادة العملية. يعني راح على سبيل المثال تخلي ألوانك الرسم وكذا، فالقاعة راح تتغير معالمها. يعني هاي موجودة في كلية الفنون، لكن في كليات أخرى أساساً نظام الموجود في التربية الأساسية بحكم مناهجها هو نظام مدرسي، صبورة وقاعة، والمختبرات كلش محدودة لاختصاصات اللي يخص الكيمياء والفيزياء وما شابه. زين، فما يخص يعني الفنون حلول للموضوع
الحقيقة الآن صار أسبوع على هاي المسألة لكن ما وصلنا الحل ناجع بصراحة. ليش؟ لأن قلت لك العملية مو سهلة، إنه كيف تحول قاعة نظري إلى قاعة عملية. أنا أقول لك شلون. يعني أنتوا هسه أخذوا لكم أول شهرين مثلاً نظري، بعدين بلغوا المقاول يسوي لكم الأماكن المهمة المختبرات مالتكم ممكن تستفيدوا منها ساعة ساعتين تجون هناك. هذا الحقيقة حل ممكن يكون لغير كلية. كليتنا الطالب عنده وحدات، عنده 30 أسبوع اللي هو 8 شهور هو يقضيها لازم عملي، ما تقدر تأخره شهرين وتسوي له كورس. إحنا مو نظام كورسات، لأن هذا من يقفز للثاني أو يقفز للفصل الثاني ربما يكون هذا أحد الحلول، لكن ليس هو الأفضل بصراحة. هذا حل لكن ليس هو الأفضل. أكو حلول يعني ربما أنه خلال الأشهر الشهرين أو شهر نصف القادم ربما يأمنون طابق من الطوابق الكلية يستغل العملي، والباقي النظري يكون مجاور للكلية الأخرى. يمكن الطوابق الأخرى مع كلية المعلمين هم بالضبط غير شغلة لحد الآن. لا والله هي شغلة بصراحة، لأن حتى التربية الأساسية هي أيضا عندها ضيق مساحة، لأن 10 أقسام فالمكان عندهم ليس يعني شاغر، بل هو فقط التنسيق بالجدول. إذا تقبلنا الدوام المسائي راح تكون عملية ممكنة. والحقيقة الكادر التدريسي كله متقبل الفكرة لغرض، لأن إحنا درسنا بظروف أصعب بصراحة. إيه ممكن يعني بالدوام المسائي تحل الأمور يعني. ماكو مشكلة يعني. المختبر يعني ممكن ينقل هناك يصير بزاوية معينة. يعني ممكن تصير مختبراتنا هي بسيطة الحقيقة. يعني مو ما بيها أجهزة باستثناء المختبر السيراميك. أما الحاسوب عندنا أيضا بالكلية المقابلة أيضا عندهم مختبر حاسوب ممكن استغلاله. لكن إحنا التخصصية اللي تمس المسرح التجريبي لطلبة قسم الفنون المسرحية وقاعة الجرافيك أو مختبر السيراميك، هذا اللي راح نعاني به يعني لفترة. بالمناسبة أنتوا تقدرون يعني هو القاول يقدر يعني يبرمج عمله، يعني مثلا يبقى بس طلع يعني الطلاء ممكن يطلع صوت هاي الأجهزة. المسرح عندكم يعني موجود موجود، لكن شنو صار عليه يعني شغل. هو الآن الكلية كلها تحت طائلة العمل، يعني محروق. المشكلة بالحرق شنو عندنا، الكلية مقفلة. نظام الدكتات المؤسس هو اللي أدخل الدخان والغبار المتراكب على النيران إلى كل الغرف حتى وإن لم تحرق. هذا خمر كل البناء، فيطلب أنه الكل معالجة. النقطة المهمة اللي أريد أقولها أنه المختبرات عندنا يعني تؤدي العمل مع الطلبة ومع تواجد التدريسيين أفق التوقيتات. لأن قلت لك نظام أسبوعي يعني، وليس نظام كورسات تقدر الأول تسوي كله نظري وتنتقل. فهذه الحقيقة أكو إن شاء الله حلول، وما راح نعدم حيلة بصراحة. يعني المتوقع الطلبة راح يكونون 600 طالب. مو قليل. إيه 600، وقبل داعش كانوا 450. فهاي الفرق بالعداد. وإحنا أساساً كان عندنا بناية الحقيقة استحصلنا موافقة الوزارة وتخصيص مالي ل2013، والبناية داخل المجمع الأول ووفق الطرز المعمارية اللي مصممة لغرض كلية الفنون. لكن البناية الحقيقة بعد سور القصور من جهة المطبعة، وأول من تعبر على القصور السياج على إيدك اليمين هاي المكان مع كلية الفنون تقريبا. لا أرض بعدها خصصت الأموال وخصصت الأرض ودخل داعش. فهاي الأضرار الكبيرة اللي هذا بده ينطونا فلوس بالضبط لأنهم يبنون ذاك. صحيح. لا ما عندهم أي قدرة للإنشاء، فقط يعني ترقيع. يعني وهي احنا كنا نعرف انه الاموال يعني الحكوميه شبه مفقوده يعني. هسه هاي منظمات تشتغل بها مو؟ طبعا كل الجامعه منظمه اي نعم شنو منظمه؟ اليو ان دي بي. نشكر السيد حامد الراشدي على هذا اللقاء،
وإحنا نحييه. طبعا اليوم هذا الرجل من العمالقة الموجودين في نينوى في كلية الفنون ولديه باع طويل، وهو مفكر يعني مفكرين إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف الطالب مداوم بالكلية المقابلنا اللي هي كلية التربية، وإن شاء الله نريد دعم أكثر من الحكومة المركزية التي لا تعتبر نينوى خارجة من دمار كامل. إذن أعزائي المشاهدين، إحنا مستمرين معاكم ببرنامجكم مايكل الموسيقى. طبعا هسه راح نلتقي بالسيد معاون العميد، مو جنابك؟ لا والله. لا شنو؟ أنا دكتور محمد إسماعيل، رئيس قسم التربية الفنية. كل زين. هذا المايك بيدك أستاذ. استعداداتك، إحنا حكينا الاستعدادات المادية واللوجستية، هسه حاليا استعداداتك كمدرس، أنت عندكم استعدادات كمدرسين لتدريس الطلبة، عندنا 600 طالب حاليا، تفضل حكينا. هو الاستعداد بصراحة يجب أن يكون متوفر لدى الجميع، يعني لدى جميع التدريسيين والأساتذة والموظفين. يعني إحنا لازم هذه الخاصية نكون دائما يعني جاهزة لاستقبال الطلبة، لكن في هذا العام وتحديدا الآن في هذه الأيام شاءت المنظمة المسؤولة عن إعمار الكلية أن يكون الإعمار بهذا التوقيت. حقيقة نحن كنا نفضل أن يكون التوقيت في وقت سابق، يعني كان يكون مثلا مع 1/6 أو 1/7، يعني لحد هذه اللحظة كان ممكن أن يكون أن أنجزنا الشيء الكثير من إعمار الكلية، ويتبقى أشياء طفيفة جدا. الآن الخطة كما علمت أننا سنداوم مع الطلبة في قاعات التربية الأساسية ظهرا كما فعلنا في العام السابق، عند لأن الكلية كانت مخربة تماما يعني ومشتعلة، هي والقاعات والوثائق وكثير من الأمور الأخرى. يعني في العام الماضي انتقلنا من المجمع الأول إلى التربية الأساسية مسائي، والآن أعتقد للفصل هذا الفصل القادم لحين إكمال الكلية بشكل نهائي، أيضا كما علمت أن سيكون في مطلع الشهر الواحد إن شاء الله، ونحن نتمنى أن يكون أسبق من هذا التاريخ. فإذا لا بديل أن ولدنا طلابنا أن لا يبقوا بدون أن يتلقوا العلم والدرس. إذا سنلتحق نحن وإياهم إلى التربية الأساسية، وإن شاء الله ستكون مرحلة مؤقتة وقصيرة يعني في الفصل الأول، ومن ثم نعود إلى كليتنا وقد تحولت إلى كلية جميلة اسم على مسمى. بارك الله بك، شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور محمد. طبعا نشكره. أعزائي المشاهدين، طبعا يعني اليوم تشوفون هاي الكلية، هاي طبعا خرجت قامات كبيرة من نينوى، اللي طبعا هي هسه على عاتقها واجب كبير، إلى هو شنو الواجب الأول؟ تغيير. طبعا عليهم واجب كبير. الفن اليوم يقدر يغير الإنسان، نحن بالفن ممكن نغير تاريخ نينوى الحالي، ها تاريخنا احنا القبل ما نقدر نغيره، بس تاريخنا الحالي اللي نسجله من خلال هؤلاء المبدعين اللي يستطيعون من خلال الرسم، من خلال المسرحيات، من خلال التشكيلي، من خلال اي نوع من الفنون، يحاولون يغيرون اللي مضى ويوثقون الذي مضى، حتى يكون درسا لنينوى بالسنوات المقبله. اذا جيل جديد من الطلاب الذين يتحملون المسؤولية، طبعا معهم المدرسين، طبعا اليوم المدرسين ماخذين دورهم، وأكيد هم راح يوصوهم إنه السابق العهد الأسود الذي مر على الموصل لابد أن يكون موجودا في اللوحة وموجودا في الذاكرة وموجودا في المسرح. وإن شاء الله أنا أتأمل خيرا بهؤلاء الأساتذة الذين قدموا. طبعا نحن فنانين كبار حتى في أمريكا، رسامين كبار في أمريكا نعرفهم، ها من الموصل، ها
الخريجين نحصل وفي أماكن أخرى في الأردن و لديهم عرض كبير وفي أوروبا أيضا. طبعا هناك طلبة يعني أنا أذكر أحدهم اسمه ريسان والآخر في ألمانيا تحديدا خريج نحت بصراحة والآن لديه معارض ويعني يمارس الآخر يمارس الرسم وأنجزوا معارض ويعني حقيقة واكتشفنا من خلالهم اكتشفنا من خلال هؤلاء الذين برا أن المنهج المقرر هنا والإمكانية التي وصلوا إليها هؤلاء الطلبة لا تختلف عن مستوى الطالب الأوروبي فقط. أكو شيء صحيح المنهج المنهج بناء على هذا وطبعا وأنا على اتصال دائم وبشكل شبه يومي مع كثير من الطلبة الدارسين في كلية الفنون والذين هم الآن خارج كلية الفنون في تركيا في لبنان في سوريا لا سوريا لا كثير من الدول. أستاذ محمد إحنا علينا أو على عاتقنا يعني أو على عاتقكم أنتم هم أيضا يعني الصحافة أدت ما عليها زيادة واللزوم بس ولكن اللي على عاتقكم كبير جدا هم راح نذب شوية الحمل عليكم في تثقيف هذا المجتمع. أنا قلت وأقول مرة أخرى قلت في لقاء سابق مع الموصلي أو غيرها من القنوات بعد التحرير قلت أن مدينتنا هذه الموصل ستكون تحديدا في الفن أكثر تقبلا وعمقا وتنوعا وهذا ما حصل في السنة الماضية تحديدا لإقبال الطلبة ورغبتهم وانخراطهم في العمل الفني. كنا سابقا أقل من مما يعني نراه المستوى. الآن هناك فرق مسرحية لا توجد مناسبة ومن كلية الفنون هذه الفرق المسرحية من كلية الفنون لا توجد مناسبة إن لم يكن لها حضور. هناك معارض مستمرة هناك أشغال ومعارض تشكيل ومعارض زخرفة وخاط وكذا من المدرسين المتشرين في جميع مدارس محافظة نينوى كلهم خرجوا من هذه الكلية. أنا أوجه لهم التحية بصراحة وأنا أقول لك كلام آخر احسب لي منا إلى 10 سنوات ستكون الذائقة الفنية والمستوى والتنوع والاختيار لعموم أهالي محافظة نينوى يختلف عن الآن بحكم وجود هؤلاء المدرسين لمادة الفن والتشكيل والمسرح والمسرح التربوي سيكون هناك قبول سيكون هناك رغبة سيكون هناك إمكانية نعم ولا تكون هناك موانع كما كنا في السابق كما كنا في السابق أن أنا لا أرسل ابني أو ولدي إلى كلية الفنون على اعتبار أن هذا يعني من المحرمات أو ما هو موقفه من العالم من الدين من الناس من المجتمع. هذه الآن خفت هذه المسميات الآن لا هناك أكثر تنوعا وإقبالا. بارك الله فيك. شكرا أستاذ محمد على هذه المداخلة الجميلة. وأعزائي المشاهدين إحنا في برنامج مايك الموصلية مستمرون وبتحدي كبير مستمرون. أول شيء الاستمرار هذا ضد الفساد لأن إحنا نريد دولة تتكون على أساس النزاهة ومن مقومات الدولة الناجحة أن تكون أمينة على شعبها أمينة على ثرواتها. إذن أعزائي المشاهدين راح ننتقل إلى السيد معاون العميد حتى يشرح لنا عن الآليات. احنا راح نسأل عن آليات القبول يعني ما حشينا على القبول آليات القبول للطلبة وأيضا عندنا طلاب قسم الداخلي من موجودين هنا ضمن الكلية موجودين ايه لحد الآن لم يرتحل ايه فنسأل هاي الأسئلة نسأل السيد العميد أو معاون العميد وتعالوا يانا. إذن أعزائي المشاهدين نحن مستمرين معكم في برنامجكم مايك الموصلية. طبعا دائما دائما نحن في الموصلية وفي هذا البرنامج نحاول نلتقي بالأساتذة المسؤولين حول الموضوع. اليوم طبعا نلتقينا ببعض الأساتذة ولكن هسه راح نلتقي بالسيد المدير معاون الإداري معاون العميد للشؤون الإدارية اي كل زين. اليوم راح نتحدث مع يعني آخر شيء قبل أن ننهي البرنامج حول استعدادهم. يعني اليوم الاستعداد احنا بعد كم يوم راح نستقبل الطلبه لازم احنا 1/10 لازم نكون مداومين ولكن مثل ما سمعتوني قبل شويه انه وزاره التعليم كانت متلكئه
في دعم هذه الكليات ودعم جامعة الموصل، وأيضا الحكومة المركزية متلكئة في دعم منظمات الجاية تشتغل، هاي المنظمات تشتغل، ونحن لسنا مستعدين كدولة لإنقاذ الإعمار في نينوى، وأيضا لسنا مستعدين في التفاوض مع الدول المانحة اللي اجتمعوا بالكويت واللي أكلوا هبيط وقعدوا وعلوا صوتهم، ولكن لحد الآن لن نجد أي منظمة مترجمة من قبل المنظمات الدولية اللي أعطت أسماءها وأعطت أموالها ولم تترجم على أرض الواقع في نينوى. أستاذ، إحنا هذا الموضوع ما له علاقة بي، ولكن ذكرنا المشاهدين. نعم. هذا المايك في يدك، اشرح لنا عن مدى استعداداتكم، يعني الموقع، الطلاب، زين 600 طالب، هل أنتم قادرون على استيعاب هذا العدد؟ أولا بعد الاستعدادات، بعد إنجاز الجزء اللي قامت به الجامعة مشكورة والسعي الحثيث لتهيئة الكلية، بالبداية تهيئة جزئية، استطعنا أن نكمل العام الدراسي الأول. صادفتنا بعض العراقيل لكن مش الدوام. الآن نواجه مشكلة أخرى، طبعا تعاقدت الجامعة تعاقد على مشروع ضخم مع منظمة اليو ان دي بي لتأهيل الكلية بكل تفاصيلها، لكن المشكلة اللي تواجهنا الآن هي قبول الطلاب بعد المباشرة بالدوام الرسمي للطلاب. أثناء عمليات الإعمار راح يصادفنا عراقيل في سير العملية التعليمية. الحقيقة هنا اقترحنا بدائل. البديل الأول أن تكون دوامنا في كلية أخرى، وبما أن كل الكليات بها دوام صباحي لازم يتحول دوامنا إلى مسائي، لكن الجامعة بقت تسعة وإحنا في مباحثات مع منظمة اليو ان دي بي، وتقريبا توصلنا إلى اتفاق أنه خلال هاي العشرة أيام قبل بداية الدوام راح يهيئون الطابق الوسط اللي راح ندوم به مثل العام الماضي، ويبقى الطابق الثالث والطابق الأرضي تحت الإعمار، مع قطع الطريق، طريق الطلبة يكون مستقل عن طريق العمال. يعني احنا عندنا الكلية بها جانبين، باب الرئيسي وباب الخلفي، راح يكون دخول العمال من الباب الخلفي للطابق الثالث وللطابق الأرضي. طبعا المشروع ضخم يتناول الإعمار على المستوى البناء والأثاث والأجهزة، الأجهزة المسرحية، يعني المشروع كلش ضخم. احنا انتوا، اريد المشاهد يعرف من جنابك انه اخر موعد شو وقت تكون البنايه كامله والمستلزمات كلها كامله؟ طبعا هو احنا التاخير صار بسبب تراكم العمل على منظمه اليو ان دي بي. احنا المفروض كان يبدي الاعمار 1/7، لكن تاخر لظروف خارج عن ارادتنا، احنا ما نقدر نتدخل بهاي المواضيع، لكن فتره العقد الرسميه هي 5 أشهر، لكن على الجهد اللي يبذل المقاول وتعاونه معنا إن شاء الله خلال 3 أشهر تكمل الكلية. نعم تكمل. وأيضا تنسحبون الموقع البديل؟ لحد الآن لم نتفق على الموقع البديل، لأن هناك حل بديل قلت لك هو تهيئة الطابق الأول خلال 10 أيام. هو الطابق الأول كان جرت عليه عملية إعمار من قبل الجامعة العام الماضي، فقط بعض التعديلات، ويبقى الدوام في الطابق الأول لحد ما تكمل الكلية وتنفتح الكلية. إذا ما الطابق الأول قصدك بالكلية نفسها؟ أي نعم. الأول يعني مو الأرضي، الأول. ليش اختارت الأول؟ لأن هو كنجرت عليه العام أعمال إعمار، يعني مهيئ للدوام، لكن هم عندهم جلي أرضيات، سقوف ثانوية. يستوعبون 600 طالب هذا الطابق؟ ما 600، أقل من 600، تقريبا 400-450. خليك آخر مين. إيه ممكن، إيه ممكن. كم قاعة موجودة؟ 42 قاعة. إيه؟ بالطابق. يعني مبرمجين الدوام. إيه مبرمجين الدوام. عندنا، إحنا عندنا 3 أضلاع للطلاب، إحنا 3 أقسام، كل قسم له ضلع بالهاي. أيضا عندنا القاعات أرضية، عندنا قاعتين مهيئات للدروس العملي، فيمشي إن شاء الله الدوام. ما بالسهولة اللي تتصورها، لكن يمشي خلال يعني شهر أو شهرين من بداية الدوام، وبعدين نستلم البناية كاملة. زين، أنتوا ليش ما هسه طالما أنتوا راح تدامون الطابق الثاني، يعني خلوا المقاول يعني يكمل بسرعة المسرح؟ هو احنا عن نبقى نداوم مع المقاول. أنا المعاون الإداري، أنا المعاون الإداري وفرع الإدارة اللي عندنا، قسم الإدارة كله، عنداوم معاه من الصبح للمغرب.
وايام العطل عن نجحت بس يهيئ لنا هذا الطابق، وهذا الموضوع راح يستمر على طول فتره الاعمار حتى ننجز باقل وقت ممكن. قصدي عفوا قصدي يعني انه عندكم انتم لازم تطبيقيه تكون عندكم موجوده. نعم التطبيق لازم يكون مع النظري. نعم خلي يهيئ لكم مسرح ويهيئ لكم بعض المختبرات السريعه حتى تقدرون تمشون امركم يعني، وبعدين ممكن ما تخسرون يعني بس التطبيق يعني، بلا تطبيق اعتقد الطلاب ما راح يقدروا يستفادوا من اي شيء. بالضبط بالضبط هو هذا اللي صار، احنا عندنا بالطابق الاول في كل قسم عنده ثلاث قاعات تطبيقيه، وعندنا قاعه المسرح خلال ايام راح تكمل، فالجانب التطبيقي ما عندنا به مشكله، عندنا مشكله فقط في ماده واحده اللي هي ماده النحت والسيراميك، لان بالطابق الارضي وهي تحتاج طين، عندنا المقر البديل اللي هو الساحه الخارجيه المسقفه يشتغلون بها بهاي الفتره لحد ما يكمل الاعمار. اذا يعني ما كنيت يعني لحد الان بس نخاف من اعتراض جامعة اليو ان دي بي، لان هو الاتفاق التعاقد ان يستلمون البناية خالية، بس هسه يتعاونون معنا وان شاء الله هي شهرين يعني في كل الاحوال شهرين، احنا بالعاشر نبدي هم بدأوا صار لهم شهر يعني يحتاجون شهرين، لان المقاول اوعدنا انه خلال ثلاثة شهور يكمل، وطبعا متابعة السيد رئيس الجامعة ومتابعة المساعد الإداري بالتعاون، مسألة رفع الأنقاض الكتب الرسمية اللي تحتاج موافقات من الحرس من الأمن الجامعي، ولازم لجان سيطرة مخزنية، فكل هذه الأمور الكل هاي الأنقاض البنائية تخرج خارج بعد الموافقات طبعا الرسمية، يظل عندنا الأنقاض اللي ممكن أن تباع يعني السكراب نسميه كراسي هذه تتحول الى السيطره المخزنيه في جامعه الموصل، وبعدين هم يصرفون بها يصير مزاد عليها او شيء. انتم راح يعطوكم اثاث يعني اتفاق مع منظمه اليو ان دي بي، الاتفاق على تجهيز المختبرات الاثاث وخلوا في اولوياتهم الطالب يعني اهم موضوع هو المختبرات الطلابيه، الكراسي، أجهزة داتا شو، أي جهاز نحتاجه بالعملية التدريسية موجود، التأثيث موجود، تأثيث الكادر الإداري مستوى بسيط يعني ما يؤدي الغرض فقط. نعم بارك الله فيك. الاسم والصفة؟ الدكتور مصعب إبراهيم محمد، معاون العميد للشؤون الإدارية. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. إذا أعزائي المشاهدين، إحنا طبعا بعد ما التقينا بالسيد المعاون العميد بارك الله بيتحدث لنا عن الاستعدادات، راح نقول بآخر كلمة أريد نوجهها إلى الجهات المعنية، يعني أنتوا كافي إحنا هاي خامس دائرة أروح لها معتمدين على المنظمات، كافي خلوكم تصيرون تبنون دولة على أساس علمي وعلى أساس النزاهة، حاولوا تهتمون بالمدن المدمرة التي كانت تحت غيظ إصابات داعش، يعني حاولوا أن تهتمون، إحنا اليوم وطن واحد، وحاولوا أن تتجهون إلى نينوى بالإعمار، والحكومة المقبلة إذا ما أدت دورها بالمحافظات المدمرة طبعا ما راح تنجح، لأنه أنتم شئتم أو أبيتم الموصل وباقي المدن هي تابعة للخارطة العراقية، وغصبا عليكم وواجب عليكم أنه تؤدون أمانتكم العلمية والاقتصادية والسياسية وأيضا الإنمائية، وين؟ في نينوى. فنينوى تعتبر طبعا أول مدينة، ثاني أكبر مدينة العراقية البصرة همين، فإحنا ما نريد التخلي عن الأمانة اللي راح تحملوها إن شاء الله، ونتمنى أنه من الوزراء يجون يصرفون الأموال من الميزانية العراقية المخصصة لنينوى وليس من المنظمات واستجداء المال منهم، لأننا أصحاب ثالث احتياطي النفط في العالم. ونقول أخيرا نحبك يا عراق، ونحبك يا علم، ونحبك يا جيش، ونحبك يا وزارة الداخلية، ونحبك يا مخابرات يا استخبارات يا أمن وطني، ونحب الشعب الموصلي اللي هو غالي علينا، وتبا لكل فاسد يحاول أن يسرق أموال العراق. وباخر كلامي أقول يا دجلة، إش قد ما تظلين تحبك الموصلية وكوادر الموصلية، وإحنا في الموصلية نرفع علمك عراق دائما، وهاي بوسة لعيون كل متابعينا. ثمان الله.